السلام عليكم، معاكم زياد في فيديو جديد. اتمنى انه نجيب الفيديو ده 3000 لايك. المرة دي في مفاجأة ليكم، انتوا عارفين هنعمل ايه بقى. هنشتري عربية جديدة. انا كنت اعمل فيديو عربية جديدة في ترافيك رايسر. المرة دي حظنا حلو، جمعت لكم شوية عشان نشتريها اهي، بس اعتقد دي ازيد من دي بشوية، مش مشكلة. دي نوع الفا روميو، بصوا اهي عامة ايه بقى. قولولي على الاقتراحات اللي تعجبكم في العربية ممكن نعملها. انا عايزة صلاح اعمل العربية دي. يب رابي، مش مشكلة، هنشوف الطلاق الحلو ليها. كده مش عارف، حلو كده دلوقتي. ياريت لو يبقى معانا أحسن عربية، مش مشكلة. نعمل بلاي. فتحت لكم 3 مسابقات جديدة. لا مش عايز، خلينا نلعب هنا. يعني لازم مني، يعني انا عايز العب بألف روني، بس مش عايز العب هنا. لا دي شوف لي كم ألف روني كويس، هنلعب بيها وهنشوف بتعمل ايه العربية وسرعتها وحاجاتها بقى. وخلينا نبدأ تحميل. 12 لسه لحد دلوقتي، 12 32 كويس. يلا بقى خلص، عايزين نوري المتابعين العربية. كده خلاص هنبدأ. واو، منطقة جليدية جميلة، هي عربيتنا الحمراء. نبدأ نسرع. سرعتها مش قوي، بس مش مشكلة، كلهم شغالين فرامل عشان يجيبوا السرعة بتاعتهم. يعني ان شاء الله هنلحقهم. الفرامل كويس، سرعتها حلوة مش قوي. خسرت واحد، اكسر التاني. يا ابن اللذينة، خدعني خدعة. سرعة جميلة. ودلوقتي هنحاول نسبق الأول. ما تستغربش ان من الأول في واحد من الناحية التانية. ده اتعمل من كترة العوجة. ودلوقتي بنحاول، هو المركز الأول وأنا لسه التاني. الراجل ده كل شوية يخدعني ولا ايه؟ جاب غلط، بتلاقي العربيات التانية سبقتني. و ايه شكل العربية دي؟ نعمل ستارت، مش مشكلة. ولا هقولكم مش لازم. وكده نكون خلصنا الفيديو. واتمنى لايك وشير وسبسكرايب. اذا كنتوا مفعلين اذا ما كنتوش مفعلين علامة الجرس يعني فعلوها. وقريب هجيب لكم لعبة جديدة ان شاء الله. ومع السلامة.